هلا احنا اذا اطلعنا لحد الان كل قياساتنا لهذا اعتمدت على فاراداي لو. وفاراداي لو قلنا انه اي انديوست بتساوي ماينس دي فاي على دي تي. هاي مشكلتها بتسبب لي مشكله من اي ناحيه؟ انه لازم يكون في عندي تغير، فلو عندي فلكس دي سي او لو في عندي كارنت دي سي بدي اقيسه بدون ما اعمل كونكشن مع انتر كونكشن راح يسبب لي مشكله، فبدنا نحاول نلاقي طريقه ثانيه حتى نقدر نقيس دي سي فلكس بدون ما يكون في حركه. الحل الاساسي هو باستعمال الهول افكت. اذا استعمال الهول افكت راح نستعمل المبدا الفلاني، واحنا بنرجع على فكره للجنريتور افكت بس بطريقه مختلفه. راح نجيب سلاب من ماده معينه، سلاب يعني قطعه متوازي المستطيلات بس بتكون قطعه صغيره عاده، راح افرجيكم هلا مثال عليها في البرشلس دي سي موتور وبنستعملها كمان بالدي سي كلامب ميتر. لو جينا على هذه السلاب، وهي السلاب عاده بتكون ماده زي جرمانيوم ان جرمانيوم او سيليكون او بزمث مع يعني انواع من ال وجينا عرضنا هاي الماده طبعا فيها كاريرز، هذول واضح انهم سيمي كوندكترز، فيها كاريرز بس ما فيش فيها كميات هائله من الكاريرز. رح نعرضها لفلكس لماجنتيك فلكس دنسيتي بهذا الاتجاه. وبعدين رح نيجي نمرر فيها كرنت بشكل عمودي، طبعا هاي الاكسس هذا اللي موجود هون رح اعرضها لجي. ليش استعملت جي وما استعملت اي ككرنت؟ جي ايش هو؟ كرنت دنسيتي. ايش وحدته؟ امبيرز بير سكوير متر، مش هيك؟ وهذا عبارة عن فيكتور كرنت سكيلر بي فاي سكيلر. اوكي ماشي، فاي سكيلر بي فيكتور جي سكيلر اي، عفوا جي فيكتور اي سكيلر في الفولتج. الفولتج على فكره سكيلر بس مين الفيكتور اللي بقابله؟ اي. طلع علاقات هدول ب فيكتور فاي سكيلر جي فيكتور اي سكيلر اي. ايش اي؟ الكتريك فيلد سترينث. ايش وحدته؟ فولت بير متر. بي ايش وحدتها؟ تسلا، اللي هي ويبرز بير سكوير متر او بدك تحطها تسلا. وجي وحدتها امبيرز بير سكوير متر. ايش مقابل اي؟ اوكي ماشي واضح لك. حتى اضرب هلا انا بدي اضرب هون دوت كروس برودكت، ما بقدر استعمل هون، بدي استعمل. اذا شوفوا احنا شو عملنا، احنا مررنا كارنت في هاي السلاب وشوفوا لو الكارنت موزع على كل الاريا هاي اللي موجوده هون، خليني اسميها ايه، الكارنت دنسيتي راح تكون عباره عن الكارنت مقسوم على الاريا، وطبعا لازم يكون عمودي عليه، احنا عم بدنا نضرب بدنا نضرب نفس الشيء، بدنا نضرب دوت برودكت ما بين الاريا هاي اللي موجوده هون وجي، مش هيك؟ فاي شو بتساوي؟ كسكيلر اي كفيكتور مضروب في دوت برودكت في جي كفيكتور، مظبوط؟ راح يعطيني هلا كارنت دنسيتي بهذا الاتجاه، راح نفترض انها يونيفورم حوالين الاريا هاي. إذا لاحظوا هي تكون عندي الجي الكرنت هو حركة ايش؟ كاريرز. اوكي؟ اللي هي هولز أو الكترونز، احنا راح نفترض الكونفشنال بوزيتيف بهذا الاتجاه فكأنه عندي هولز بهذا الاتجاه. لاحظوا تطلع على الجنريتور افكت تكون عندي هلا تنين من اللي بدي اياهم، مظبوط؟ مش احنا بنولد ايش بدنا؟ بدي حركة وبدي ماجنتيك فلكس، مش هذا الجنريتور افكت؟ بنستعمله قاعدة اليد اليمنى. نتطلع هلا عندي هون عندي حركه بهذا الاتجاه، مظبوط؟ خليني اجي هاي الجهه، عندي حركه، هاي الحركه، هاي حركه او فورس دائما، حركه بهذا الاتجاه، مش في الكترونز عم تتحرك؟ هلا هي مظبوط مش سلك تحرك، تحرك الالكترون بس نفس الشيء. تحرك عندي هاي، والفلكس باي اتجاه؟ هاي الفلكس هيك مظبوط، مش نازل الفلكس بهذا الاتجاه، وين بتكون عندي فولتج؟ او فيلد اذا بدنا نكون دقيقين بتكون بهذا الاتجاه. اذا راح يتكون عندي بهذا الاتجاه لازم ينتج فيكتور ولا سكيلر؟ فيكتور. اوكي ماشي، عندي كروس برودكت ما بين بي وجي، كروس برودكت ما بين بي وجي واللي هي على فكره جي كروس بي،
وبعدين في constant هلا رح أحكي عن constant هون بس هذا بس constant تعطيني okay. هذا هو الهول إفكت. حلينا إحنا مشكلة الحركة هون كان بدي هون تغير حلينا مشكلة الحركة هون إنه في إلكترونز عم تتحرك باتجاه فإحنا حطينا كرنت. إذا السر تبعي الآن حتى أقدر أقيس أنا ماجنتيك فلكس شوفوا شو راح أعمل. هي استراتيجية تبعتنا راح نجيب سلاب من سيمي كوندكتنج ماتيريال راح نعرضها للفلكس اللي بدنا نقيسه. هاي الفلكس اللي بدنا نقيسه هون جاي بهذا الاتجاه. احنا راح نمرر كرنت بدنسيتي معينه او بكرنت معين واحنا عارفين الاريا احنا عارفين هاي الاريا فراح نقيس الكرنت راح نمرر كرنت ونقيسه. اذا انا عارف الكرنت اللي مار هون وعارف ايه راح اقدر اطلع بيه من قياس مش راح ينتج عندي فولتج من هون هلا راح اجيب فولت ميتر احط طرف من الفولت ميتر هون واحط الطرف الثاني من الفولت ميتر راح اشبكه هون بس في شيء ناقص عندي انا بدي اطلع فولتج من ايش؟ من اي مش هيك؟ كيف بدي احول اي وفي؟ لا يعني هون راح تكون عندي اي ديستنس تمام اذا بدي عندي هاي راح تصير الاريا من هون راح يكون في عندي ثيكنس معينه مش هيك؟ هاي الثيكنس اللي بدي اياها او الديستنس اللي موجوده هون لان احنا قلنا اذا عندي مسافه من مسافه وحطيت هون وفي عندي الكتريك فيلد هون هيك بهذا الاتجاه اي راح يتكون عندي فولتج بين النقطتين هذول كل ما قربت هذول البليتس على بعض ايش راح يصير بي؟ راح يزيد مضبوط؟ الالكتريك فيلد اللي موجود هون راح يزيد لو بعدتهم كثير عن بعض راح ينقص منهم إذا صار عندنا هلا تقريبا هذه هون صارت عندي اي معروف بقدر اطلع اي بقدر اطلع جي وبقدر اطلع بي راح احول هلا هذول راح افترض انه الزاويه بينهم 90 درجه فبحول هذا ل راح يصير ساينس 90 واحد هاي راح تصير ماجنتيود هاي راح تصير ماجنتيود من هون وهاي راح تصير عندي ماجنتيود اوكي هلا لو ضربت في على الديستنس بتساوي اي او اي في الديستنس بتساوي فنسمي هذه هون انا اظن مسميها بالنوتس تي راح اسمي هاي هون هاي راح تصير اي عباره عن تي في دبليو مش تي في دبليو راح تعطيني الاريا هاي من هون مظبوط اذا هلا نطلع ايش العلاقه بين جي واي جي كماجنتيود بتساوي جي في الاريا بتساوي اي مظبوط اذا جي بتساوي اي على اي مظبوط فمحل جي ايش بقدر احط الان مش الكرنت دنسي مظبوط امبيرز بير سكوير متر اذا محل جي اللي موجوده هون راح احط اي اي انا بعرفه لاني انا راح امشيه من هون وبدي اقسمه على الاريا الاريا ايش هي هون دبليو هاي هاي اول وحده هذه واحد على ان اي هلا واحد على ان اي بتعتمد على شحنه الالكترون وان هي الدنسيتي اوف الكترونز اذا ان هي الدنسيتي طبعا الالكترونز راح تعكس الاشاره ها بس انا يعني في اشاره عكس هون عندي لانه اذا الفولتج كان بوزيتيف من هون واذا الفولتج بوزيتيف نيجاتيف راح يصير نيجاتيف بوزيتيف بسبب وجود الكترون اذا density of الكترونز هذا بيعتمد خاصيه من خصائص الماده هاي قديش الدنسيتي تبعت الالكترونز اللي موجوده هون احنا مفترضين هون كانوا هم الماجوريتي كارير اي شارج اوف ذا الكترون هلا واحد على ان اي خاصيه من خصائص الماده، اي طبعا هي تشارج الالكترون ثابته بس ان بتعتمد على الدنسيتي تبعت الالكترونز اللي موجوده هون، هاي راح تعطيني كونستنت معين. بي اللي بدي اقيسها راح اخليها زي ما هي من هون، هلا اي ايش راح يصير عندي؟ اي احنا قلنا انه اي اذا قسمت الفولتج على الديستنس الفولتج على تي راح يعطيني اي مضبوط؟ فولتس بير سكوير متر فولتس بير متر فولتس بير متر تي هون مش زمن طبعا هون مسافه فالتي عندي هون راح تشطب مع التي وراح تصير العلاقه هي الفولتج بيساوي 1 على ان اي اي على دبليو في بي فصرت ايش اقدر اطلع؟ بقدر اطلع بي من قياسي ل في وانا بعرف اي دبليو بتعتمد على الثيكنس تبعت السلاب اللي حطيناها هون وان اي خاصيه من خصائص الماتيريال فصارت هاي بي بتساوي كانها بيج كي مضروبه في اوكي ماشي واضح وهذا الرقم طبعا بيختلف